الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. يسأل عن كيفية تحصيل العلم وطلب العلم. فطلب العلم والانقطاع لتحصيل العلم هذا هو الواجب على شباب أول وقبل كل شيء، تاركين الاشتغال بقيل وقال وبالسياسات الحاضرة. السياسة الحاضرة الآن أكثرها سياسة غير إسلامية، سياسة الحزبيين، سياسة المنافسات، بدلا من أن يشغلوا أنفسهم بهذه الاجتماعات والانتماعات والسياسة فليشتغلوا بالتحصيل. يبدأ الطالب بالكتب الصغار المتون فيحفظها، يحفظ الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد البيكونية، ويحفظ الواسطية والرحبية، من كل مادة يحفظ متنا، والآجرومية في النحو، ولامية الأفعال في الصرف. يحفظ الكتب الصغار هذه ثم يعرضها على المشايخ على العلماء. ولا ينبغي للطالب الصغير أن يقتصر ليستفيد من الكتب، بل يجب عرض الكتب بعد الحفظ على المشايخ ليأخذ العلم من أفواه الرجال. ويلازم العلماء ملازمة العلم، كما يقال إذا أعطيته كله أعطاك بعضه. يجب الانقطاع للعلم. وأما جعل العلم فضلة في أوقات الفراغ والأوقات كلها تشغل بالاجتماعات بالأناشيد بكرة القدم وبغير ذلك بأشياء كثيرة، ولكن العلم في أوقات الفراغ هذا ليس طلب العلم. وقبل هذا كله على صغار الطلبة أن يبدأوا بحفظ كتاب الله وما تيسر من الأحاديث، وأن يلازموا العلماء السنيين الذين مجالستهم والصلاة معهم تسهل عليك فهم الكتب التي تدرسها. ابتعد عن التهريج عن الإثارة، بهذا تحصل العلم إن شاء الله.